اسمعوا، انا ما غامرتش بيكم، ما خدتش قرار اضيع في مصر ولا الحكومه. احنا ما غامرناش لا عشان خاطر يعني هوى ولا يعني فهم خاطئ او تقدير منقوص فخدنا قرار فدخلناكم في الحيط وضيعنا مصر، لا. وكمان خلي بالكم، ما احناش ان شاء الله فسد خدنا اموالكم وضيعناها، ضيعناها بفساد او بدلع، لا ما حصلش. ان كنا عملنا فكل حاجة اتعملت على أرض مصر أي حد يشوفها. بقول الكلام ده لأن الكلام ده مهم، لأن الكلام اللي بقوله ده تسجيل، تسجيل من إنسان أنتوا اخترتوه، قلت له تعالى تولى المسؤولية، وأنا قلت لكم تعالوا نتولى المسؤولية. يعني ما قلتلكمش ابدا ان انا الموضوع ده انا لها انا لها واخلصكم، لا لا، هاتوا كل كلامي من الاول اثناء الترشح هتلاقوا الكلام ما بيتغيرش. طب ليه ما بيتغيرش؟ لان التوصيف ما بيتغيرش، التوصيف ما بيتغيرش، دي ظروف حلها الوحيد احنا. وقلت قبل كده 100 مره العمل والصبر، العمل والصبر، الصبر لوحده ما فيش والعمل لوحده ما ينفعش، لازم الاثنين مع بعض نشتغل ونصبر. عشان عمري ما عاتبت حد، عمري ما عاتبت حد، وقلت يعني وعدتوني ووعدتوني، وعدتوني ان احنا نبقى مع بعض كلنا ونبذل جهد كلنا. هفكر نفسي تاني واكرر اللي بقوله، بقول الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي مش احنا اللي عملناها بمغامره. طب ما في الايام اللي فاتت دي حد قال انتوا مش عندكم اقوى جيش، ما يلا بقى، سمعتوش الكلام ده؟ سمعتوش الكلام ده؟ انا بتكلم كل المصريين مش بتكلم الجيش.